كويس الحمد لله. مفيش اسئله غريبه؟ مفيش؟ لا لا كلهم من المنهج الحمد لله. اسالك سؤال عن العولمه، كل المدرسين قالوا مش هيجوا كده. الامتحان كان حلو قوي وما كانش فيه اسئله، فهو ممكن يكون كان فيه سؤال واحد بس اللي كان معصلك الدنيا، بس هو ممكن احلى حاجه في الامتحان. ايه ده؟ على فكره بالي كده. ايوه والله والله كان صاحبي بتقول انت كان صعب. لا الامتحان كان صعب. لا الامتحان كان حلو. كان مباشر. الكل بيقول الامتحان كان حلو. انت مش مذاكره. السؤال مش صعب، هو كان جاي بطريقه مهارات عاليه، مش اي حد يعرف يجاوب، بس هو علم النفس محتاج شويه تفكير يعني. علم النفس ما كانش فيه سؤال صعب؟ لا كان فيه، كان فيه تركات كتير. زي ايه طيب؟ يعني علم الاجتماع كان فيه حاجات صعبة، كان فيه كلام كمان صعب، يعني الجملة وسهلة في كلمة فيها صعبة ما تفهمتهاش، مش عارفة تحل بقية الجملة. الحمد لله الامتحان كان سهل جدا، يعني ما فيهوش تريكات كتير، بس الحمد لله بصفة عامة الامتحان حلو، كان عليهم مراقبة. احنا اسئلته يعني جاية من الجزء الثاني أكتر، علم النفس كانت اسئلته واضحة أكتر، يعني علم الاجتماع كانت اسئلته لفة شوية.